إذا للحديث عن هذا التقرير معنا على الهاتف الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز حياة لتنمية المجتمع المدني راصد. مساء الخير دكتور عامر. مساء الخير، يعطيك العافية ولجمهورك الحبيب. يعني تقرير جديد عن السنة الثالثة أيضا يثير كثير من التساؤلات، لكن بشكل عام لو أردنا أن نقيم السنة الثالثة عن باقي السنوات، أين كان الإيجابي، أين كان التراجع بشكل عام؟ هل يمكن أن نقول أن أداء البرلمان ذهب باتجاه الأفضل، لا تراجع؟ يعني حددنا بشكل عام قبل أن ندخل في بعض التفصيلات. يعني حقيقة معظم المؤشرات في العام الثالث تدل على تراجع أداء النواب. نعم. وحقيقة يعني هناك يمكن مؤشر واحد اللي هو ارتفاع عدد المداخلات الرقابية هي الوحيدة اللي ارتفعت في العام الثالث، لكن إذا ما تحدثنا عن عدد أيام العمل فقد انخفضت إلى 55، كانت في الستينات في العام الأول. انخفضت عدد القوانين المقررة في العام الثالث، أيضا انخفضت عدد الأسئلة اللي أدرجت على جداول الأعمال. العدد الأسئلة اللي قدم في العام الثالث 516 سؤال، في العام الأول كنا نحكي عن 1055 سؤال، في العام الثاني كنا نحكي عن تقريبا حوالي 700 سؤال. فانخفضت المذكرات النيابية أيضا في العام الثالث. حقيقة يعني معظم المؤشرات انخفضت في العام الثالث لمجلس النواب، لكن أنا باعتقادي الأهم من هذه الأرقام هناك مؤشر يعني مهم جدا، انه انخفض عدد يعني المشاركة النواب في اللجان النيابية، انخفض ايضا عدد المذكرات اللي قدمت من قبل كتل برلمانية. هذا دليل على ان العمل الكتلوي في مجلس النواب قد انخفض، والعمل الفردي ايضا قد تنزاد في مجلس النواب، وهذا ايضا مؤشر ليس يعني بمؤشر صحي بان هناك ضعف في العمل الكتلوي و العمل الفردي يزداد. نعم. وهذا يعطي حقيقة انطباعات غير تلك التي يعني يجب أن تكون في العام الثالث. يفترض بالعام الثالث أن يكون العمل الكتلوي أكثر انضباطا وأن يكون العمل الجماعي أكثر تنظيما، ولكن ليس هذه الحالة. فبالمجمل العام حقيقة هناك تراجع كبير جدا في أداء مجلس النواب خلال العام الثالث من عمره. نعم. يعني لو قارنا ببرلمانات أخرى، يعني اسمح لي أن أعيد ذاكرتك، يعني ببرلمانات أخرى فعلا كلما تقدمت السنوات تصبح النواب أكثر خبرة، ربما تصبح العلاقات الكتلوية أفضل، لماذا في هذا المجلس المسألة مختلفة؟ يعني هل هناك تفسير بخبرتك لخصوصية هذه الحالة، أم أنها حالة عامة عند البرلمانات السابقة؟ يعني بشكل عام عادة تدخل البرلمانات، النواب يدخلون إلى البرلمانات في الدول الديمقراطية على شكل أحزاب وعلى شكل يعني تنظيمات سياسية أو مجموعات سياسية فاعلة. في كثير من الدول بجزء يكون ما في ترابط بين هؤلاء النواب، يعني قد تجد بعضهم يأتي من مقاطعات مختلفة، ولكن عندما يصل الجميع البرلمان له رؤية موحدة ويعمل تحت راية موحدة وتزداد العلاقات فيما بينهم والانسجام فيما بينهم مع مرور الوقت. لكن للأسف الشديد احنا في البرلمان الأردني كما يعلم الجميع لا يأتي الأعضاء من خلال تنظيمات سياسية موحدة أو عمل سياسي منظم، وبالتالي يعني يتعرفوا على بعضهم البعض في العام الأول، ينضموا إلى الكتل، بعد ذلك حقيقة تصبح المصالح هي من يحكم العلاقات في العلاقات النيابية وتتقاطع المصالح. ويعني دليل على ذلك أنه في بعض النواب أصبحوا يعمل كنواب دائرة بعيدا عن اتجاهاتهم السياسية، في بعض النواب يعملون كمجموعات منفردة أو ثنائية أو ثلاثية. حقيقة المصالح هي ما يحكم المشهد، ودليل على ذلك يعني أنه الكتل بعض أفرادها بالعام الثاني طلع دخل إلى كتل ثاني من العام الأول تغير ولا غير ذلك، فلم يبقى حقيقة يمكن إلا كتلة الإصلاح هي الكتلة الوحيدة اللي بقيت منتظمة في عملها من بداية المجلس حتى الآن. ولكن بشكل عام للأسف العمل الجماعي ليس منتظما في المجلس، ويعني أنا دائما بحب أقارن بنماذج الديمقراطية المشهود لها، يعني ما زلنا بعيدين حقيقة عن مثل هذه النماذج لتنظيم العمل الكتلوي داخل مجلس النواب. لماذا تضاعفت المداخلات الرقابية على خلاف الأسئلة والقوانين والمذكرات؟ كله تراجع إلا المداخلات الرقابية، يعني 689 مقارنة بالعام الأول 311، لماذا هذه القفزة؟ كيف تفسرها؟ يعني أنا باعتقادي بأنه بعض النواب يحاول جاهدا أن يعني يقدم نفسه لجمهوره ويحاول أن يقدم بأنه يقوم برقابة الحكومة، وإحنا أشرنا في تقرير العام الثاني عن تراجع كبير للعمل الرقابي للمجلس، يعني المجلس بداية زاد عدد الجلسات الرقابية وهذا أمر إيجابي. اثنين، في بعض يعني النواب يبذل جهد كبير جدا بأنه يقدم نفسه لجمهوره، وخاصة لأنه
اقتربت المغادرة فيحاول أن يضاعف من العمل الرقابي. أيضا بعتقد هناك عامل في غاية الأهمية بأنه مرت خلال العام الماضي ظروف مختلفة إلى حد ما، من موضوع إضراب المعلمين إلى الظروف السياسية في المنطقة إلى الظروف الاقتصادية إلى غير ذلك، كلها تقتضي كانت حقيقة مزيدا من يعني المداخلات الرقابية، وأدت إلى مزيد من المداخلات الرقابية داخل المجلس. ولكن في المحصلة مهما كانت الظروف التي أدت إلى هذه المداخلات الرقابية هي ظاهرة صحية وهي أمر صحي، وهو الدور المطلوب من المجلس أن يقوم بدور رقابي ودور تشريعي، وهذا الذي نريده من مجلس النواب. هل المداخلة الرقابية هي الأكثر شعبوية من بين تفصيلات العمل النيابي؟ يعني الناس تنتبه لها يعني؟ لا يعني لا شك يعني أن المواطن يشوف النائب يقوم بعمل رقابي، ولهذا أصلا لهذا السبب تم انتخاب يعني النواب يعني ليقوموا بالعمل الرقابي. أنا لا أعتبرها يعني حقيقة قيمة مضافة أو منا أو يعني عمل بطولي بأن تقوم برقابة الحكومة وتقديم مداخلات رقابية وأسئلة للحكومة، لأنه هذا حقيقة واجبك الأساسي كنائب أن تكون موجود لأجل الرقابة والتشريع. لكن يعني أنا باعتقادي المداخلات وحدها غير كافية. أنا المؤشر الأهم عندي على الأداء الرقابي هو الأسئلة. الأسئلة ليس فقط تراجعت بالعدد، ولكن الأخطر بأنه صحيح أنه إحنا عندنا كان 516 سؤال قدمت في العام الثالث، لكن هل تعلم أنه من 516 سؤال فقط 15 سؤال ما تم مناقشته تحت القبة في العام الثالث من هذول 516؟ هل عدد الأسئلة اللي نوقشت يعني كانت بالستينات، لكن في بعض منها كان من السنة الأولى متأخر، في بعضها من السنة الثانية متأخر، لكن من أسئلة العام الثالث اللي هي 516 سؤال فقط لا غير 15 سؤال هي اللي 15 سؤال اللي اتناقشت. وهذا الدليل حقيقة على أن كثير من النواب فقط يقدم هذا السؤال ويغيب ولا يتابع سؤاله، ودليل على أنه هناك إشكالية في آلية التعامل بالأسئلة ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب، وتنظيم هذه العملية وتقديم المعلومات ومحاسبة الوزراء على ما يقومون به من قبل المجلس. المداخلة قسمتموها في معاييركم عادي ومؤثر ومفصلي، لو بس وضحت لنا شو الفارق أو شو المعايير اللي استخدمتوها لتقسيمها على هذا النحو. يعني حقيقة يعني إحنا زمان كنا نعد المداخلات، وهذا يعني سبب إشكالية، هذا الحقيقة كان قبل هذا البرلمان، لكن إحنا أيضا بتعاون مع يعني البرلمان ولقاءات مع الأمان العام للبرلمان ورئيس البرلمان وكثير من النواب من كتل المتعدد، إحنا قررنا أنه نغير آلية تصنيف المداخلات، لأن المداخلات الكمية حقيقة لا تقدم يعني أي قيمة للعمل. إحنا بدنا مداخلات نوعية تؤدي إلى التأثير في مجريات المجلس، فعشان هيك إحنا قلنا مثلا أنه إحنا بدنا نحط المداخلات المفصلية. المداخلة المفصلية على سبيل المثال هي المداخلة التي يتم التصويت عليها والتي تغير مجرى النقاش داخل مجلس النواب باتجاه يعني لصالح هذه المداخلة، وبالتالي لما يكون عندنا نواب بيقدموا مداخلات مفصلية لازم ذكرهم بالاسم، لأنه المواطن لازم يعرف مين هم النواب المؤثرين. المداخلات الرقابية على سبيل المثال أيضا هي من اللي بيقدموا النواب أكثر مداخلات رقابية، لازم احنا نكون مشيرين لها. لما نقول مثلا المداخلات التشريعية أيضا لازم نشير مين هم اللي بيقدموها. أما مداخلات كمية يعني حقيقة بس أنا بدي أرفع إيدي أثني على زميلي، أنا أقدم اعتراض في فاصل غلط هون لازم نضيف حرف الواو، ويعني هذا حقيقة ليس مداخلات، وإحنا بطلنا نعتد بهذه المداخلات الكمية في مجال التصنيف، ونحب أن نشير إلى المداخلات ذات القيمة التي تؤدي إلى قيمة مضافة، وهذا يشجع النواب حقيقة على أنهم يقوموا بالتحضير بشكل مسبق لجلسات المجلس، وليس الذهاب. أحيانا في بعض النواب يدخل إلى القبة لا يعرف ما هو الموضوع، وأحيانا لا يكون قد اطلع على نص القانون أو على المادة، وبالتالي يقدم مداخلة أحيانا خارج السياق تماما، وإحنا أحصينا كثير من مداخلات خارج السياق. فهذا أمر يعني يحتاج إلى النائب أن يكون يعني قد أعد درسه بشكل جيد قبل الذهاب إلى قبة البرلمان. لو سألنا عن النائب الأكثر نوعية ومفصلية، هل كانت هناك أسماء محددة؟ يعني حقيقة في نواب تميزوا لابد يعني من ذكرهم، زي النائب صالح العرموطي، زي النائب عبد المنعم العودات، يعني زي حقيقة النائب وفاء بن مصطفى، زي حقيقة النائب عبد الكريم الدغمي. في مجموعة من النواب سواء في المفصلية أو الرقابية أو بالتشريع كان لهم يعني لمسات واضحة في الأسئلة. مثلا عندك النائب الرقب
كان من النواب اللي، وطبعا العرموطي كان برضو من اكثر النواب تقديما للاسئله. لما بنحكي برضو عن النشاط مثلا الحضور والغياب والنشاط لكتل نفسها، في كتل يعني كان لها حضور، يعني مثلا كتله الاصلاح ووطن كانت الاقل غيابا، عندك مثلا الاصلاح ومبادره والشعب كانت الاكثر نشاطا في الميدان، يعني في عندك كتل كان عندها نشاطات وعملها منظم، وفي كتل يعني كانت حقيقة غائبة عن الساحة. فهذه المعلومات بكمها هي معلومات مهمة للمواطن الأردني للانتخابات القادمة. الآن حديث عن الغياب، بجزء واحدة من أدوات الرقابة على الغياب كانت تقاريركم في السنة الأولى والثانية، هل أثر ذلك على السنة الثالثة؟ هل تراجع الغياب؟ يعني حدثني عن الغياب والرقابة يعني في الثالثة كيف كان؟ يعني للأسف موضوع الغياب معضلة مستعصية في مجلس النواب الأردني، يعني أنا لا أعلم ما هي هذه المشكلة، أشرنا إليها مرارا وتكرارا ونذكر الأسماء، وتحملنا هجوم من بعض النواب كبير جدا علينا بسبب ذكر الأسماء وتفصيلها، إلا أن الموضوع للأسف يزداد ولا يتناقص. يعني ارتفع معدل الغياب في العام الثالث بشكل أكبر عن العام الثاني والعام الأول بجزء أكثر ب 20% عن العام الثاني والثالث والأول، وبالتالي ما زال هذا المؤشر يزداد يوم بعد يوم لنحو الأسوأ. وكما لاحظنا يعني احنا ما زلنا امام مثال حي، امبارح واول امبارح في جلسه اول امبارح المجلس، يعني عندما يقرر القانون ويعني لم يكن هناك حقيقه عدد من النواب يكفي لاتمام الجلسه وتنتهي الجلسه بفقدان النصاب. فمشكله الغياب ما زالت حقيقه يعني هي المشكله من اكبر المشاكل اللي بتواجه عمل المجلس. وانا باعتقادي مشكله الغياب هي مرتبطه ب يعني رؤية النواب لأنفسهم في قدرتهم على التأثير، هذا من جانب، أيضا على مدى يعني اهتمامهم بقواعدهم الشعبية. في بعض النواب غير مهتم بقواعد الشعبية، في بعض النواب يقول لك أنا ما خلاص أنا ما راح ترشح، في بعض النواب يقول لك أنا بستخدم يعني نفوذي وأموالي وغير ذلك. فحقيقة هذه معضلة كبيرة جدا، يعني يجب على المواطن أن يحاسب النائب الذي يغيب. المواطن انتخب النائب حتى يحضر الجلسات ويقوم بدور الرقابي والتشريعي، وكل الجهات يعني ذات العلاقة كانت مستاء، حتى رئيس مجلس النواب في أكثر مرة كان مستاء في تصريحاته من موضوع غياب النواب. الغياب عند بعض النواب وصل 30 غياب من أصل قديش دكتور عامر بعد إذنك؟ يعني في بعض النواب لحق غيابه 40 من أصل 55 يوم عمل أو 55 يوم عمل، يعني 55 يوم عمل لما بتغيب منهم 40 يعني انت تقريبا بتكون يعني غبت تقريبا حوالي 75% من الجلسات، وفي نواب غيابهم 30 وفي كثير نواب عندهم 50% واكثر من الغياب. يعني فبالجدول احنا نشرناه، وبتقدروا يعني تنشروا الجدول انتم للمواطنين من عندكم عبر شاشتكم بشكل تفصيلي. نعم، يعني سؤالي عن الحكومة، يعني أداء الحكومة، ربما هل كان هناك شيء في التقرير مثلا استجابتها للأسئلة أو للمداخلات؟ هل الحكومة كانت في أيضا مزاج التقرير؟ طبعا احنا بنتبع بشكل تفصيلي وواضح. السنة الأولى الحكومة أجابت تقريبا على 98% من الأسئلة، السنة الثالثة أجابت على 91% من الأسئلة، فهناك تراجع في يعني مدى تفاعل حتى الحكومة مع المجلس. وهذا حقيقة أنا لا ألوم الحكومة عليه، أنا ألوم النواب اللي هم يملكوا الصلاحيات للضغط على الحكومة وإجبارها على التفاعل ما يقدموه من أسئلة وما يقدموه من مذكرات ولا غير ذلك. أيضا يعني إذا نتحدث مثلا عن وزارة المالية، وزارة الطاقة كانت الأكثر أسئلة من قبل النواب بشكل كبير جدا، لكن الحكومة في المحصلة يعني بتعرف احنا ان تقرير مراقبة أداء الحكومة، احنا فيما يتعلق لما نتحدث عن النواب لا نستطيع أن نلوم الحكومة، لأن النائب هو من يملك حق إبقاء الوزير واستجوابه و يبقى موجود أو لا يبقى موجود. فيعني هنا يكون اللوم أكثر على مجلس النواب إذا الحكومة لم تتفاعل معه، لأنه يملك الأدوات الدستورية بأن يبقي هذه الحكومة أو يقيلها، يبقي هذا الوزير أو يقيله إذا لم يتجاوب مع أسئلته وإذا لم يحترم الأوقات الزمنية اللي موجودة في النظام الداخلي. ضايل عندي سؤالين، سؤال بتعلق ردود الفعل على التقرير إذا حاب تحكي عنها كيف كانت سواء من النواب أو من غيرهم، ثم كيف يمكن للمواطن أن يطلع على التقرير؟ الناس حابة تشوف التقرير وين؟ يعني فيما يتعلق بردود الفعل يعني حقيقة على مستوى الشعبي والإعلامي وكثير من النواب تلقينا اتصالات وكانت هناك ردود فعل إيجابية جدا، أنه هاي المعلومات أصبحت متاحة للجميع، وأيضا يعني كان تفاعل كبير جدا. إحنا بنشكر كل وسائل الإعلام حقيقة اللي كان عنده تفاعل كبير وإيجابي مع التقرير، و احنا فخورين بهذه العلاقه مع وسائل الاعلام.
هلا في بعض النواب لا شك انه مشتاء من ذكر اسمه، وخاصه لما تحدث عن 4 نواب لم يقدم اي مداخله، لما نحكي عن 19 نائب قدم اقل من 5 مداخلات، لما نحكي عن الغياب في بعض النواب لا شك انه راح يكون مشتاء. جميع المعلومات متاحه الان امام وسائل الاعلام، احنا بعثناها باكبر كم ممكن، بكره على صفحتنا على الفيسبوك راصد راح تكون متاحه المعلومات اكثر. لكن الاهم غدا ان شاء الله في تمام 10:30 صباحا سيتم اطلاق الحزمه الثانيه او الجزء الثاني من التقرير اللي هو بيتعلق ببطاقات تقييم الاداء الفردي. سيكون هناك بطاقه تقييم اداء فردي لكل نائب في البرلمان، وسيتم اعلانها غدا لجميع وسائل الاعلام، سيكون متاحه للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يستطيع كل مواطن ان يطلع بشكل فردي على نائبه من دائرته الانتخابيه، هذا النائب ماذا قدم من مداخلات، ما كان موقفه من كل قانون، ما كان عنده اسئله، غياباته، كل شيء بالتفصيل، لعل المواطن ان يستفيد من هذه المعلومات للانتخابات القادمه، يجدد الثقه في هذا النائب، يعيد انتخابه او لا يعيد انتخابه. بتحط ايدك بعش الدبابير انت دكتور عامر؟ لا شك انه عش الدبابير، لكن هذا واجب ومسؤوليه وطنيه. نحن نؤمن بانه دور المجتمع المدني ليس فقط بالتدريب والتوعيه، وانما يجب علينا ان ناخذ المسؤوليه الوطنيه حتى وان كانت صعبه بتقديم المعلومه بشكل سلس وسهل ومنظم للمواطن ولوسائل الاعلام، لانه هي مسؤوليه وطنيه. احنا نعتقد يبقى يعني على المواطن ان يكمل الطريق بانه يعيد انتخاب هؤلاء النواب او لا يعيد انتخابهم، فهذا امر اخر. نعم، بدي اشكرك شكر جزيل، شكرا على وقتك، وشكرا على الجهد الكبير المبذول منك ومن الطاقم في راصد على أن تقدموا فعلا للمواطنين جردة حساب وحقائق بطريقة موضوعية وبأرقام لأداء النواب في أداء النواب الحاليين في عامهم الثالث. شكرا لك دكتور عامر، شكرا جزيلا. شكرا يعطيك العافية. شكرا لك ولجمهورك الحبيب. إذا بدي أشكر الدكتور عامر بني عامر مدير مركز حياة لتنمية المجتمع المدني راصد، وبدعوكم للاطلاع على هذا التقرير، وبدعوكم للاطلاع على البطاقات الفردية للنواب حتى تعرف نائبك كيف كان، يعني هذا تقييم حقيقي في الأداء جوا البرلمان. أيضا طرحنا استطلاع وسؤال للناس، هل أنت مع مقترح التمديد لمجلس النواب لمدة عام، أم أنك مع إجراء الانتخابات بموعدها في الصيف القادم، ولماذا؟ نشوف الناس شو كانت إجاباتها على هذا التساؤل. والله تكون على موعدها ويروحوهم اليوم قبل بكره يا معلم. والله يا صديق انا بحكي ما بيلزمنا ولا اي واحد من مجلس النواب، يعني وجودهم وعدم واحد بصراحه يعني. لا مش مهتمينهم لانهم ولا واحد، حتى تزكيه ما بزبط، لانه ما حجي ولا فايدين البلد بشي، كل واحد داير على مصلحته بس، كل واحد بيشغل الجماعه واسطات ومحسوبيات كلها، ما بيشتغلوا للمواطن للعامه، بيشتغلوا لجماعتهم لقرايبهم بس، هاي اللي بيشتغلوا له، اكثر من هيك ما بيشتغلوا. مددوها احسن، ولا تمديد ولا شيء، انسى الموضوع كله عشان الوضع هون بالبلد. بصراحه يعني هم وقلتهم واحد يعني بصراحه، لما بدهم لازم يشتغلوا بحق الله، لما ما بيشتغلوا بحق الله من مره يشتغلوا بحق الله، يعني سواء تقدم يعني سواء تمدد لهم شهر سنه او ما تمدد لهم، اعتقد يعني ما راح يكون في فارق مهم راح يصنعوا، فانا مش كثير مهتم. يعني الإجابات نوعا ما إذا بدي أحطها في إطار عام هي إجابات واضحة نحو الإحباط من أداء مجلس النواب، والناس صلتها مقطوعة بالمؤسسة التشريعية للأمانة يعني، وهذا يعني مؤشر خطير. هسا الناس مرات مش فارقة ما حيمدد ولا ما يمددش، على اعتبار أنه بيعتقد أن المخرجات راح تكون في البرلمان القادم هي هي. بتمنى مرة أخرى أنه يكون في قرار من الدولة لإخراج الناس من هذا الإحباط، أو قرار من الدولة بتجديد الطبقة السياسية، وإذا حاربت المال السياسي في البرلمان في الانتخابات القادمة، إذا حاربت الهندسة اللي بتصير للانتخابات والمناطق، باعتقادي إنه يعني ممكن نشوف طبقة سياسية بحد أدنى يعني ترضي الناس وتخرجنا من قصة الإحباط اللي من الطبقة السياسية، واللي المواطن إذا أحبط من البرلمان وبعد شوي أحبط من الحكومة ممكن يحبط من الدولة أيضا، وهذه مسألة مهمة. خلوا له مكان يكون يركن إليه، يستند إليه، حائط، هذا البرلمان خلوه حائط، حتى لو كان يعني في النهاية له بعض السلطات لكنه يركن إليه المواطن. لكن إذا المواطن أحبط من كل المؤسسات راح يحفر أكثر في الإحباط إلى العمق، يعني إلى العمق وهي الدولة، وبالتالي هذا مؤشر بكون خطير. هذا تعقيب على ما قاله المواطن، ونكتفي بالحديث عن هذا الملف. بعرفش إذا ملف البطاقات يستدعي أن أيضا نقف عليه، سنرى في قادم الأيام. الآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك إلى ملفات أخرى متعددة متنوعة من استوديو اليربوك.